صور من القلة المعتمدية من زولبي وزيان. للوهلة الأولى من يشاهد هذه الصور يعتقد أنها لوحة فنية، لكنها في حقيقة الأمر هي صور لمناظر طبيعية اقتنصتها هندسة المصور نزار القندوزي. لمنطقة القلال من معتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد، حيث الطبيعة ترسم أجمل اللوحات وأروعها. القلال منطقة جميلة وسلسلة جبلية بها تضاريس غاية في الروعة. هي تمثل وجهة سياحية محلية حيث يتوافد عليها عشاق الطبيعة من المناطق المجاورة، حيث يلمس زوارها الراحة النفسية ما إن تطأ أقدامهم هذه الأرض الطيبة ذات جمال الساحر.